اكيد السعانين هو يصلح ان يكون بين قوسين فد عنوان حلو، هو البحث عن الاماكن المتوتره. يسوع دائما يروح بالمناطق اللي تتوتر بيها العلاقه بين السماء والارض، والانسان يهرب من هاي المكانات، يبحث عن الامان. هذا مكان قام يجيب لي وجع راس، خلي ما ابين مره بالشهر، اي شو اسمه، حتى لا ادوخ روحي. وهاي الانسان، انا دائما اقولها، الانسان اللي يبقى رغم المشاكل هذا الانسان عنده طاقه قويه. واكو ناس تشرد، بينما يسوع دائما يعلمني ارض الميعاد هي مو ارض الدر، لا يعني شنو، مثل ما كان شعب اسرائيل يفكر بالصحراء، ايبا راح اروح ناكل لحم مثل ما كنا ناكل بمصر. قال لهم الله هذه ارض الدر، لبن وعسل، هيك يفكرون لبن وعسل، عبالهم تنطي الارض. اللبن والعسل هو لبن وعسل عهد الله، كلمه الله، ما فهموها، ولهذا الطريق كله صفاهم الله الى ان دخل بارض الميعاد ويا جيل جديد لا يعرف، كلهم اجدادهم ماتوا بالصحراء. دائما اتعلموا الله دائما يريدك بالمناطق اللي ما تشعر بيها بامان، هناك تشتغل. اللي يدور على بيت ويقعد بالبيت يبحث عن الامان، عافيه عليك، بس مو مسيحيه هذه. المسيحيه لازم اشتغل احرقها الدنيا حتى لو كان عمرك 90 سنه، بس البحث عن الامان واي مكان بمشاكل ابعد نفسي، لا انت غلطان. مكان توترات عظيمه تجيب طعم طيب للحياه. هذا هو يسوع، دخل سعانين، ما بقى بالجليل وقال لهم للتلاميذ روحوا تشيكوا شوفوا منه موجود حتى ما اسوي. دخل ما يخاف مناطق ما بيها امان، مع العلم اسمها اورشليم وهي ما لها علاقه بالسلام، مدينه سلام. شوفوا هذا المذبح هسه، هذا انا من اصعد هنا احس بتوتر، بس توتر بين الارض والسماء، طعم تجسد. ملائكة تصيح وناس نايمة. شفت ما اجى يسوع همين الناس نايمة والملائكة تصيح، ومن قام يسوع هم الملائكة دا تصيح والناس نايمة. ليش؟ مناطق توتر، الليل توتر. ها انا واقف عند الباب اقرأ، من يفتح لي ادخل واتعشى عنده. ما قال افطر، ما قال اتغدى، قال اتعشى، يعني الدنيا ليل. فكروا لا تشردون من ليلكم. يعني هنا يسوع دخل بليله بالسعانين، ليل الموت. فدير بالك بحياتك كلها انت تحاول كل مكان انه تبحث وتوفر الامان لاولادك، بس صدقوني الناس هيك هذول يدخلهم الشيطان بغرفه ابنهم بالديفايس، بالابل، بالايباد، يقدر يطلع له الشيطان ويدمر ابنك. ديروا بالكم، ابد ابد لا تفكرون انه الامان هو بين نقعد بالغرفه ونسكت، ترى الشيطان قادر يطلع لك من اي مكان. ولهذا اخوتي واخواتي اكو 3 مواقف مهمه اتركها لكم في سعانين. انت واقف واكو شخص الله واقف وشخص الله واقف، وشوف انت منه من بيهم. الحياه الروحيه بيها لظلات، مرات تبدي فتشي فضولي. تباوع يسوع مشى من راكب على الجحش ودا يدخل، تباوع عليه شيء من بعيد، ما لا لك علاقه بي ولا هو لك الا علاقه بك من بعيد. موقف الفضولي، الفضولي اللي يريد يعرف بس ما عنده اي علاقه بيسوع. اكو موقف الاخ، وهذا هو اغلبيتنا احنا، هو موقف الانسان الروحاني بس كسلان. يعني ما نسوي كرشي، بس احنا نجي قداس مسيحيين الحمد لله وشكرا على كل شيء معنا. هذا موقف روحي بس مو روحي قوي. كسلك تقول له تعال قداس ما يجي، تقول له تعال العب يجي. مشكله كبيره. هيك انسان انا من الناس ما اريده، ما يصلح، لا يصلح يكون خادم بالكنيسه مع الاسف، ولا يصلح يكون برا همين كرب عائله بالمعنى الحقيقي. انه انا من سر لعب العب اتونس، سر حفله اروح ارقص، بس من سر مواعيد الكنيسه ام سوري عندي شغل، لا شوي صعبه. فهذا موقف الروحاني الكسلان، حتى خدام الكنيسه قد يوقعون به. بس اكو موقف الثالث، وهذا اللي مدعوين الا في قلب السعانين، هو انه اكون ملتزم كالتلميذ. شلون يوحنا الحبيب بقى اخر لحظه الى درجه يسوع ما لقى احد
قال لها هاك هاي أمي أخذها روح رعاها وانت يا أمي هذا ابنك صار. ليش؟ هاي مكافأة الإنسان اللي يبقى ويا يسوع. فدائما نتعلم أخوتي وأخواتي أن يسوع يدعونا إلى أرض لا أمان. الأمان الحقيقي هو بالسماء، هذه مو الأرض الحقيقية مالتنا، هذه لازم نملكها ليسوع. كل حياتنا وحياة أطفالنا كل شيء هو ملكك يا يسوع، إنه محتاج إليهم. شو ما احتاج للجحش والحمار، اليوم يحتاج لحياتنا أنه يركب عليها، أنه يصعدها، أنه يبين هو قائدها مو إحنا القادة. هو الربان، هو الطيار، إحنا بالطيارة. فتعلموا هالشيء، لا تصيرون أنتوا الربابنا، لا تصيرون أنتوا القادة، أنتوا بس خضعوا ليسوع ويسوع يقود طيارتنا إلى مرفأ الأمان. لحظات صمت خلينا نتأمل بالسعادة.